فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجة. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجة. ما تقول. لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال. ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرد، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتقل الشنطة. شنطة ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهدة. يلا بالسلامة. عهدة. يلا ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي مع السلامة. السلامة يا بشبيش. السلامة يا اخوي. السلامة يا بشبيش. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتقولي كنت هبلت الهبلة دي. معلش حق عليا حق عليا. يا بروح تاكسي فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. افتح الخزنة وقبضنا. قبضكم؟
شوفهم انا مفيش، اني بح. نعم اني بح، بح بصراحه يا اخواني، عشان ما شحتفكوش معايا انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. سمعت فيه؟ الله غريبه دي يا رمضان افندي، بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك. يا ابني ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي، اهي فاضيه، في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم. طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مساله كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنه بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفه من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثه بالله العظيم اختلستيه، عشان تبقى ملحوقه على المروح قوي يا اختي. لا ده انت مؤكد حصل لمخك حاجه. عيب يا اخي، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور يا معاذك يا اخينا، اوعى تتهور اللي يحبسوك، ده كده على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ هنديهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان يشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا فندم. يلا يا فندم. ايه اللي حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صورة؟ أنا حتى أقول كل شوية، قلت لك يا أخي وأنت سام، ابني اعمل لي شهادة. حاضر. الله، إيه الحكاية؟ الله، هو سرق فعلاً؟ أمال اللي إحنا خدناها دي إيه؟ صابونة؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقة؟ والله ما أنا عارف يمكن أنا اللي هتجنن. أنا مش عارف إيه الحكاية بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير إيه يا فندم؟ إيه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج إيه لا سمح الله؟ إزاي ما حفظتش الموظفين دي لغاية دلوقتي؟ ثم إيه كلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ أنا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس إيه يا فندم؟ قال هم مش قالوا لك اللي أنا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ إيوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت. ولا اتجننت ولا حاجة. حضرتك المدير العام، ولي رمضان، ودي تليفون، ودول الموظفين، وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلف، فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست. لا، وبمين انا راجل ما عرفش اللف ولا الدوران، ابقى غلطان؟ يا رمضان، يا رمضان انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر، اتفضلوا على مكاتبكم، اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم، واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي؟ هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما تتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملقحك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقح عليكم؟ حاجه يا اخي، انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة؟ خليه اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم افندي على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء، شوف الحلاوه.
يا راجل ده انا حفيت عشان اقابلك. دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تقاتل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجاتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل ان عمره ماده الا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ في في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال الافندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا والنبي يا حاج مامور، يلا وحياة ابوك خلصت. يلا يلا اقلب اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى السره، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي. خدوا يا رخيم حسنين حطه في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا يا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا نجرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح عجز ومع ناس سيف نروح على السيف على طول ونخلص. انت مستريح قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من الاخر ولا نشيله جزء جنيهات. انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقباش؟ دي أوضة رمضان؟ أي كاتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا أقول لي يا جدع أنت، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إني خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبيين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي ايه؟ ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه، ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روح انت عليه،
روحي حطي بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي، حاضر. اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. اتفضل. اتفضل انت. تعالى هنا، انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان، كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه، لا. ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا حياه ابوه، يلا بالقضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسالك. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له ابيض ولا اسود، وهتتحبس برضه. وما حياه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا. ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، او تلاقي لك محامي يدافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره. القانون واضح والماده معروفه ومحفوظ. ان انا بدي حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه. معيش بطاقه. ايه؟ وروني بقى هتعملوا ايه؟ ولا يمكن حضرتك اهو. لا في بطاقه. اهي اهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصوره بتاعتي حلو. طب اتفضل اديها لي. حاضر. صوره جميله من ساعه ما كنت في الاعداديه. اي والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. اي والله خلي التذكرة محل. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. خش. ايه يا جدعان؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمركش شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش أنت. أنا بقى المرة.
السلام عليكم. عايزكوا تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. وانا اللي انت ايه هرب؟ ايه وهرب؟ واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تدخل. حرامي حرامي ايه كتكنين؟ واحنا ناقصين؟ هم راضين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علينا؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه؟ عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش والله ما في. هم 400,000 جنيه عمي. عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما امي يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط بالشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها ما تساويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي، من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس. علي اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه، هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كبد كبده. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي،
انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه. احنا بنعمله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوت، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفاله. انا سمعت انه خرج من غير كفاله كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمه. اكل ايه يا وليه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله، كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه بس؟ تعالى. ايه انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه. وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى يا حماتي؟ انسي الفلوس دلوقتي خالص يا ابني، قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا، هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قوم. زحمطتني. خيرك سابر يا عم رمضان، يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك، كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي، دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكره حلوه. ها، وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف، هتبقى حلوه وانت ابو جدعانه. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله، من الهف اللي انت هفه. من الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله، صدقه من اللي انت سارقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا على قوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيك هديه. لا يا شيخ، يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام عليكم.
هو انت تعرفني يا جدع انت؟ الا ما اعرفكش بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول اللي بعتك مفيش فايده، انا مش ههول يمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شاويش. ايه حكايه شاويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي والله كبرت في السن، صحتك بقت عيبه. عيبه، هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي والله العظيم، والله العظيم ثلاثة بقى مصولات. الظلم. الظلم وخد حقك. بلد أنا لو أقدر أساعدك كنت سعيد. كنت عرفتك سري. بس دي معقولة؟ أضحي ب 400 ألف جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقولة؟ حق دي لو حصل وعرفت سري يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. أنا مش فاهم حاجة. أنا بقى فاهم. إيه اللي وقع منك هنا دي؟ مش بنفر وجزمه ميري. ده انت بلوه مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى كل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت نبيتك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا توصيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس، القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجو حاول بلعب طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد اعمل معروف. سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كرم. اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل ايه اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. احكمها.
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ رفعة الجزاء. يا حرص يا حيا العالم، أنا بإخلالي رسمي على الجميع. عاش انتصار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة، ما تخافيش عليا، خدي بالك انت من نفسك، استنيني، خدي بالك منها يا ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة منين؟ مثلك انت، مثلك قلبي معاك يا استاذ رمضان. قلبي انت تعوضك انت، انا كويس، مش دعوة بيا خالص. يلا يا شاويش. يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا الا؟ هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله، بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا؟ انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش،
ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو اب. اب اب ايه؟ حد اسمه ابو اب. لازم تقدم استاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. اوه اروح استاله جدع. كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابة. غلابة مين؟ تخبط 400 باكو. الباكو فيه 1000 ليمونة وتقول غلابة؟ ده احنا حرامية كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظرة يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجة من على حبل غسيل. وانت تهبد الهبدة في خبطة واحدة. هل انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكاية الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لا مؤاخذه. حلو تصنيع حلو فعلا. الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حكم تكنس مين؟ تكنس مين انت؟ ما تكنسش. ده انت الاستاذ. ده انت الكومانده. كومانده العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. ها مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية. سلام للزملاء الكركية. سلام لقصة الحرامية وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين. إيه سلام الحلوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد. انت بتخبر واحنا نعيط. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. اللز والفستق بتقرقش واحنا بنتغدى حرنكش. واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا فيها اللي فوق فوق فيها اللي تحت 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 فيها اللي فوق فوق فيها اللي تحت قرش تسوى قرش. معكش قرش ما تسواش قرش. والدنيا هي الدنيا فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش. الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غير. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غير. احنا الاوباش الحرامية محفوظين مية المية. احنا الاوباش هجام. ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام. هجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف هفاف.
بدلها فاق ضربوه بيخاف. اهو ده النشال، اهو ده النشال، واهو ده النشال، وكل اف وله حلال. وانا حرامي العشه الفاضيه، فاضيه فاضيه فاضيه، وده هبر الضربه القاضيه. كرش 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 كرش. دول الحراميه الفكه، فكه فكه فكه، في الصنعه دول عالم سكه، سكه سكه سكه. دول الحراميه الفكه، فكه فكه فكه، في صنعتنا دول عالم سكه، سكه سكه سكه. ودول زمايلنا السكاك، السكوا واحد ضيف شنطه وزقوا عجلهم على طنطه اتحبس في ونطه. يابا عالم سكه بتوع الفكه، عالم سكه بتوع الفكه. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا، انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير. انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذة يعني دبلوم تجارة وبيشتغل في الحكومة. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهية الحكومة مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات، وهيبقى العائل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد منه. ربنا يخليه لك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي، عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروك. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره؟ قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مره الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركه الرزم. بصراحه انا زعلان، الموظفين في المصلحه هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك؟ دي طبيعتك يا شحاته. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه لموضوعنا. لا ما تخافش يا هلوتي، السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ وزع الغريب مش بيشي. الله تنصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد بالكم ولا عايزني نفتري بقى؟ أعوذ بالله نفترق، ده احنا أصبحنا واحد. يا سلام عليك أنت يا مثقف. مين اللي مثقف؟ أنا الساحر يا جدع. أنت أحلى ساحر يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى أنت وجيب لنا إزازة مليانة. يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه؟ يا رح خد. عم ده انا يا دي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من فجربان. يقول لي خد فلوس خد. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا شحطة؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرح فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نوره حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. قال اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري الكشري. انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولاده، اللي اسمه
اسم اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى، ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، اشكرك جدا. يا استاذ. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. أول ما الباسبورتات بتاعتي أنا وأنت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وأنا وأنت اكس على بره. أنت بس قريب يا بت، ما تلاقيش يا بت. وأنا معقول برضه أدي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو أنا قلت لك ادفع؟ هو إحنا مجانين عشان ندفع؟ كفاية اللي بصرفوا عليهم. ده نصيبك يا بطة، وده نصيبك يا زوكة، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى إن شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في إيه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكة. بتفهم في الطب. ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولادة. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمات؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلي في 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم، حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطبيب. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. معلم ابيض بالصلاة على النبي. شخلي معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناة عشان ادفع؟ الله، ده باين عليك غلباوي كتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال معكش ولعه؟ معايا. خيو لو ما تيجي روحك بدع رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. Ah!
بلاش يا بركات. لا بركات بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خاليو هات حبل أربة الرجالة. بركاتة اوصل لأبو نعيم هليجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. هجيب لهم الحكومة كلها. تبنا يا بلدينا صلاح النوبة عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو خاليو قلبهم طلع كل اللي معاهم وعلى أقل من مهل. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. ومدينا 100 بطيخه بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعال بص باتنين ونص. يلا بينا يا معلم. يلا بينا يا معلم. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. اديله 100 اتنين ونص. 150 اتنين ونص. اديله 150 75 اتنين ونص. 75 اتنين ونص. في ملك الحكومة واحنا واقفين في ملك ابوك. ابوك ابوك يروح امك. بس يا جدع انت هو ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقف في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروض بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا انا شفت ابن رمي جتة تبيه جتة يا ابني. الله 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 عيني فرحتك قوم في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه. اه يا فندم ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا 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 اتنين ونص. وتعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. لا
ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. جرايه يا باشا، انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم، من ساب كاره اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ ناسع مني 10 بواكي. هو الواد صاحبي. معقوله دي؟ حد يلسع من الباشا بريزه؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله، يعني دي مش اول عمليه يعملوها العيال دول؟ اكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشويه عيال زي دول. امال عدم المؤاخذه سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم اخويا، وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الاقل حتى تدينا خبر؟ ايوه، ما هو لا اله الا الله، ما قلت لك ان الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وانت ما بلغتوش ليه على 10 بكاوي اللي لسعوهم منك؟ 10 بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامة، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لاديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما ندفعوا. ابص لقدام. ده منه كمين.
فين يا اخي؟ رجال. حاضر يا معلم. رسائل you
تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا، مش كده بركاته؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. عربيات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش والله. طب ما يلا بينا نشوف في ايه. Thank you.
في السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما اتاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردك وكالة البلح، هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غور ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الأرض. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا. واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركاته؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي. سلام يا رجاله، ده انا جاي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصلة وكل عبده بدمعك. حلوة صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصتني جاي ليه؟ امين بيع بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق لوف. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راس التعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما امن له، وراح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره، مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. Thank you.
مالك وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس اكيد، بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك ذوق والله العظيم. يا فندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونيلي. ليه بالصلاه على النبي، احنا لسه شبنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيدي الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعه اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجة. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكالة والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20. 40. 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف بيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود وناقص على الإمضاء. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. كفاية بس برضه لحسن، تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا بهوات، نسيت، أصل اللي اتعود على ريحة الكولونيا تتعبه ريحة البصر. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك أنت يا بطل؟ واشمعنى يعني أنا اللي حططولي؟ لأنك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. ما تغيرش. وعشان انا. ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس اهو. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال في الام اف بي؟ ده صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والب بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا، ما ينفعش. هنعلمك.
ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظ لكم الدنيا. أنا ما انفعش. إيه يا كمان؟ مش فاهم. يا أختي. إيه؟ ده غير الملك. طيب أنا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المديرة. ده اسمه كلام. تسيبوني حالي ومالي وتجيبوني اتفرج على مكاتب مش موجودة الا في احلامكم. ما هو لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار. كل ما ليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. اجمل جيجي سكرتيرته. أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحيه النار. لا حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله. ده عمرو. ايوه كده مفهوم. ماشي. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. 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 افتكر كفايه كده شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطة اديها برطوشة. اديها برطوشة اتنين ما تزودش عن تلاتة لتبرطشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحة وقلة أدب. خدها برطوشة. شغل حواري. عم برطوشة. اديله. 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 الله يا حبي. الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا ابني. احسن برضه عشان صحتك. ايه دي بيبي دول يا استاذ؟ لسه شوفك وانت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. تجيني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه.
وقال الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني حرست حالي وروق الاناني وجات لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز منك طلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين ايه انت الاخرى؟ امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجلي الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ ككرفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك. روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، بان عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. اما تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمة؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس.
انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. هو حضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عيني كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمة دي بتلو بتلو. فريد. نعم. أنا شايفك مش مستريح في القعدة. تحب أشيل لك الشنطة بمعرفتي؟ لا ده أنا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ أنا مش مستريح قال. أنا هدخلك دنيا حقيقية، هخليك أسعد إنسان. أنا عايز أنام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمة دي هايلة، متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد. ربنا كتر لنا من لحمكم. نظام كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس يبقى كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي، وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيشه ابو زرع بتاعكم دي. نظريه برضه.
بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمرة أجيبها لك جاهزة مفروشة بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. اتفضل، ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150000. انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل رسالتك. اتفضل. تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. ألف جنيه عمولتهم 10%، يبقى أنا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. أيوة كده. مش تبقى قريب وحبيبي والصمصر علي؟ لا صمصرة إيه؟ ده أنا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم أحسن من عينيهم. أنا بقول كده برضه. بقول لك إيه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. أيوة، ونثبتهم. ما يبقوش ظهراء. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمره غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحدة تهنيك. عشتي يا رمرم، الله يحفظك. انت عندك ايه الليلة؟ لا بقى، انا الليلة دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد، دخلي الحاجات في اوضة البيت. حاضر يا بيه. ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. هو انا مش قبها، ما انا قبها اهو. يعني برضو يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مالناش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي يا عبد الجواب، انت حسيتني في مصر كده من 4 حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى انا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت، انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس انت. انا جاهز. وانا كمان جاهز.
بيه الغطريف المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم ولا في اللي قبليه. بغير يلا. طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ بنت ايه مليونير؟ مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ اتفضلي. ميرسي. اهلا
يا ميت مرحب بالعصعصه، يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عم ده بواب. ايوه اصحاب الباب. 3 كيلو كباب خالد دهن، وازازه بيره ساعه، وعلبه سجاير سوبر مستورده، وبرطمان مربى خرز البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا بالبتختة، اتفضلوا. اتفضل. هلو. خليك قريبة مني عشان لو فتشتك عند اهلك. تعالى يا جابر انت وما بنتي، تعالى. ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطة الفاطسة؟ ده راجل جايز، على الأقل عنده شقة. يابا سباك، سباك. سباك؟ وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي، عيل، اتنين، تلاتة، أربعة، إنما ده عنده شقة. مش متجوزة، فاهمة؟ يا اخي كنت مستنيه الجدع ده اللي اسمه شعبان. ها؟ ده غطس مهبش. هيقب لغايه حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه في جواب بنو الصفان. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي. وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه. ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو هلو. شال ارقام جان؟ نعم. شال ارقام جان؟ انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجي البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو، فريد بي. دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي اوكي. انت خارج؟ ما هستلم العربيه الجديده. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر السواق، مالكش دعوه انت. تنزل مصر بالموديل. يا سلام.
تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي اني ارقص؟ ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ندوس، ولما نحب ما ندوسي ما ندوسي، احنا عيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان؟ كده. مين اللي بيرقص مع ناريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي، مليونير. اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه. نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. وماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. اه طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلوة. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعال شوف يا أوائل. إيه إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ إيه اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب قمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. ده انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى، شعبان. انا متأكدة.
انا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانية. فرصه تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست، من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينة، يعني انت مظبوط؟ زينة خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة، تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينه. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش. وانا ما قلتلكش ايه الحكايه؟ انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس، تعالي تعالي، انا هقول. تعالي يا زينه، تعالي تعالي، اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان، ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب؟ وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من خيال. اني جالي عبد ال على العموم مش وقته، وانا هبقى اقول لك بعدين يا زينه. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينه؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي في 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال، ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جايلك، بس ما انا هقول لك، اصل انا كنت هجيلك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جايلك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت، بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا اللي في مصر كل فيلا جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جايلك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه، 6112 طفل في الساعه، 72000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي، فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي، يعني اللي حشني يا زينب ان 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 ان, إن, إن انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرت ايه وخضرت ايه يا زينه؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي.
وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجودة الوقت اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البابيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه في العلب، بس هما بقى جسمهم فارم كثافه السكر. 412000 تمشي يا شعبان مليون عين انت في حياتك زينب. ما انا ده كل اللي كثافه السكريه يا زينب. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه من فتاة دي متاه يا شعبان. زينب زينب تعالي من حواليك.